عندما يتصدى حراس المرمى ركلات الجزاء بطرق سحرية لا تصدق. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. كثيرة هي ركلات الجزاء التي يتم احتسابها بسبب أخطاء من المدافعين أو لمسات يد داخل منطقة الجزاء، ولكن هناك حراس مرمى يكونون على قدر من المسؤولية لتصدي هذه الركلات ويبدعون في هذا الأمر. لذا في هذا الفيديو سنشاهد عندما يتصدى حراس المرمى ركلات الجزاء بطرق سحرية لا تصدق. لنبدأ. في هذه المباراة الشهيرة والتي تأهل بها واتفورد في آخر الدقائق، تصدى الحارس لركلة جزاء وقاموا بعمل مرتدة ليسجل هذا اللاعب هدفا ليصعد فريق واتفورد إلى الدوري الممتاز الإنجليزي. كل هذا جاء بفضل ركلة الجزاء التي تصداها حارس واتفورد. كلنا يعرف نهائي إسطنبول 2005 بين ميلان وليفربول، والذي تمكن به فريق ليفربول من التعادل في الشوط الثاني ليتأهلوا إلى ركلات الجزاء، ويقوم حارس ليفربول بتصدي ركلتين كما ترون ليمنح دوري أبطال أوروبا لفريقه ليفربول. هذا اللاعب سدد كرة من ركلة جزاء، فشاهدوا كيف تصدىها الحارس بأن ضربت بقدمه ثم بالعارضة وذهبت بعيدا. تحت نظرات إنيستا يقوم هذا اللاعب الإسباني بتنفيذ ركلة الجزاء، فشاهدوا حارس منتخب كرواتيا كيف تصدىها بقدمه ليعلن الأفراح لفريقه كما ترون. هذا الحارس تصدى لركلة الجزاء على يساره، ولكن الأغرب أنه تصداها بدون أي قفازات. وصل ريال مدريد وبايرن ميونخ إلى ركلات الترجيح في دوري أبطال أوروبا، فكان مانويل نوير هو السد المنيع، فقام بتصدي كرة كريستيانو رونالدو بهذا الشكل الرائع على اليمين، وبعد ذلك قام بتصدي ركلة جزاء من اللاعب ريكاردو كاكا. لنشاهد هذا الإبداع من مانويل نوير. بعد أن تلقى الحارس الكرت الأحمر تم تبديله بأحد اللاعبين ليحل حارسا مكانه، وبالفعل قام لاعب غلاتاسراي بهذا الأمر وقام بأخذ القفازات وتصدى لركلة الجزاء باقتدار كما تشاهدون. جامع الكرة هنا يشير لحارس المرمى أن اللاعب سيسدد الكرة على الجهة اليسرى فيمكنك تصديها من هناك، وبالفعل قام بتصديها عن الجهة اليسرى كما ترون. هذا الحارس قام ببعض الغش بهذه الطريقة بأن قام بقدمه بهذا الشكل بتخريب العشب، وبعد ذلك قام بتصدي ركلة الجزاء التي انزلق بها اللاعب وسددها على اليمين. من قبيل الصدفة أن يضرب هذا اللاعب ركلة الجزاء في القائم ثم تضرب في ظهر الحارس وترجع إلى اللاعب فيصدها الحارس على مرتين بردة فعل إبداعية. تم هنا تنفيذ ركلة الجزاء وتصداها حارس المرمى، لكن بسبب أنه تقدم تم إلغاء الركلة وإعادتها وإعطاء الحارس الكرت الأصفر ثم الكرت الأحمر وطرده من الملعب، ليتولى أحد اللاعبين أن يقوم بتصدي الكرات، وبالفعل قام هذا اللاعب بأخذ مكان الحارس وتصدى لهذه الكرة على اليمين بشكل رائع. لنشاهد هنا إبداع حارس المنتخب الكرواتي وكيف يتصدى لركلات الترجيح بشكل رائع جدا، فالكرة الأولى تصداها على اليمين وبهذا الشكل يقوم بتصدي الكرة الثانية عن اليمين أيضا، وبعد ذلك الكرة الثالثة قام بتصديها بهذه الطريقة الرائعة من على المنتصف. يمكنكم أن تشاهدوا ردة فعله المميزة في التصدي. هذا الحارس يقوم بالقفز على خط المرمى ليغطي أكبر قدر بجسمه من المرمى، وبهذه الطريقة قام بتصدي ركلات الجزاء كما ترون أمامكم. تابعوا ردة فعله وكيف يتصدى الكرات. أحد أروع ركلات الجزاء التي تم تصديها في التاريخ، فيمكنكم أن تشاهدوا هذه الحركة البهلوانية التي قام بها حارس المرمى. هنا الحارس كيبا تمكن من تصدي الكرة بين أقدامه بهذا الشكل الرائع. تقدم هذا اللاعب لينفذ ركلة جزاء ترجيحية
على حارس المنتخب الألماني، فشاهدوا كيف قام الأخير بتصدي الكرة عن يساره بهذا الشكل الإبداعي. هنا حارس فريق فالنسيا كاد أن يدخل به هدف بطريقة رائعة، ولكن قدمه أبد ذلك إذ قام بتصدي الكرة بهذا الشكل الرائع كما ترون. كيليان مبابي يشير إلى حارسه بأن يقوم بتصدي الكرة عن اليمين، وبهذه الطريقة الرائعة يتمكن الحارس من تصدي الكرة. هنا قبل التوجه إلى ركلات الترجيح تم تبديل الحارس بهذا الحارس المخضرم والذي تم جلبه ليتصدى ركلات الجزاء للمنتخب الهولندي، وبالفعل تمكن من تحقيق النصر لهم بهذا التصدي الرائع. لنشاهد هذا الحارس المبدع والذي تمكن من تصدي 5 ركلات جزاء بطريقة إبداعية، لنتابع. هنا تدخل من حارس بورتو والذي قام بعمل ركلة جزاء ضد فريقه بعد أن عرقل اللاعب وتم طرده، يتم استبداله بهذا اللاعب الذي أخذ التيشيرت والقفازات، وبالفعل قام بتصدي ركلة الجزاء باقتدار. هنا تحدي من اللاعب الكولومبي ياري مينا لحارس المنتخب الأرجنتيني مارتينيز الذي تصدى كرته على اليسار بشكل رائع. انظروا إلى احتفال مارتينيز والذي يقوم به بإغاظة اللاعب ياري مينا. حارس مانشستر يونايتد المبدع يقوم بالوقوف بداية عند هذا القائم حتى يقوم بتأخير ركلة الجزاء، فتلقى الكرت الأصفر وبعد ذلك اتجه ليصد الكرة عن يساره بشكل إبداعي. لاعب ليفربول هنا يسدد ركلة الجزاء، لكن الحارس باقتدار يصد الكرة وترجع إلى لاعب ليفربول فيصدها مرة أخرى بردة فعل إبداعية. لنشاهد حارس يوفنتوس الرائع وكيف تصدى ركلة جزاء لاعب لاتزيو، فبعد أن تصداها رجعت إلى اللاعب، وبعد ذلك قام حارس يوفنتوس بتصديها على مرتين. رونالدينيو هنا يقف لتنفيذ ركلة جزاء أمام المنتخب الإنجليزي فيفشل بوضعها في الشباك لأن هناك سدا منيعا اسمه جوهارد والذي تصدى الكرة بشكل رائع على مرتين. حارس المرمى هذا تصدى ركلة الجزاء بالكامل من قبيل الصدفة، شاهدوا. حاول أن يسجل هذا اللاعب ركلة جزاء بطريقة استثنائية، لكن الكرة ذهبت بأحضان حارس المرمى. لنشاهد هذا التصدي الإبداعي من الحارس جان ليجي بوفون لصالح المنتخب الإيطالي، تصد ولا أروع. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.